الناحية القانونية لا يمكن منح مثل هكذا أشخاص بوصفهم كفاشينيستا أو موظف إعلانات أو بعض الأحيان فنان إلا إذا كان هناك مصلحة معينة تقتضي منح هذا، لكن بعض هؤلاء الشخصيات منحوا على أساس كونهم أزواج لإحدى الشرائح المشمولة بموجب القانون. يعني زوجات سياسيين دبلوماسيين؟ نعم، النظام الخاص بمنح جوازات الدبلوماسية يقتضي أن الشخص وأزواجه وأولاده حتى وإن خرج بعض، يعني عندنا بعض الشرائح حتى بعد خروجه من الخدمة في حالة تقاعده يستمر مسألة منح الجواز الدبلوماسي وأولاده الذين بمعيته أو زوجاته. ما معناه أنا كنت على سبيل المثال بدرجة وزير منح الجواز الدبلوماسي حتى بعد التقاعد، في حال زواجي تكون زوجتي ممنوحة هذا الجواز الدبلوماسي. هذا القانون ساري بالعالم كله؟ في دول العالم مسألة الجواز الدبلوماسي تعبر عن سيادة الدولة، وبالتالي فئة المشمولة بمثل هكذا امتياز هي فئة قليلة، دائما تقتضي أنه الجهات اللي تعبر عن سيادة الدولة أو الجهات اللي مصلحة في بعض الأحيان، أنا عندي وفد تفاوضي، عندي بعض الخبراء أحتاج أنه يذهبون مع الوفد التفاوضي أعطيهم جواز دبلوماسي لغرض إنجاز هذه المهمة. أو بعض الشخصيات السياسية اللي إلها منصب سامي أو منصب عالي لدرجة وزير وما إلى ذلك. المشكلة لدينا أنه النظام الموجود خاصة عام 2011 شمل شرائح واسعة جديدة، ثم جاء المقترح التعديل ليوسع من دائرة الشمول. تناقشوا يا